السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان المرزوقي من قناة سفيان المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. وكما ولفتكم كل نهار جيتكم آخر المعطيات وآخر المستجدات فيما يخص تطور الوباء في إسبانيا. إذا كان كيهمك هذا الموضوع وبغيت تعرف كل التفاصيل خليك معنا حتى الآخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان بطبيعه الحال كل نهار كنجي نهضر لكم على هذا الموضوع ديال الوباء، كنجيب لكم فيه اخبار جديده. والاخبار اللي غادي نهضروا عليها اليوم هو تقريبا جوج الاخبار ولكن كيصبوا في نفس المحتوى، هما بخصوص الاقتصاد في اسبانيا ويعني وكيفاش غادي يساعد يعني هذه الحكومه هذه كيفاش غادي تساعد الاقتصاد اسبانيا باش تخرجوا من المحنه اللي غادي يبدا كيدخل فيها بطبيعه الحال بسبب هذا الوباء هذا. يعني كل شيء عارف بان توقف اقتصاد يعني العالم كله يعني طرات هذا الشيء هذا عالميا. الفرق ما بين هذه الازمه هذه اللي غادي تطرا دابا حاليا والازمه اللي طرات في 2008 هو ان هذه الازمه هذه هي ازمه عالميه. الازمه ديال 2008 كانت هي عالميه ولكن قاست بزاف ديال البلدان اكثر من بلدان اخرى بحكم يعني كانت ازمه فقط اقتصاديه ما كانتش ازمه صحيه. فهذه بما انها ازمه صحيه والمخلفات ديال الازمه الصحيه اثرت على الازمه الاقتصاديه يعني دخلت في الامور الاقتصاديه، فهنايا غادي نقولوا بان كاع دول العالم غادي تقاس كما كيقولوا اذا عمت هانت. دابا كل دوله الهم الوحيد ديالها هو المنتوج الوطني. المنتوج الوطني كيفاش تقدر تريسكاتيه اي دوله كما بغات تكون، يعني المنتوج الوطني، السياحه الوطنيه، يعني المشاريع الوطنيه، يعني الشركات اللي كتكون ديال الدوله. فهنايا عندنا واحد الخبر غادي نهضروا عليه ان شاء الله، وغادي نهضروا حتى على يعني واحد الكلام قالوا رئيس الحكومه على كيفاش هذا الوباء هذا يعني خصنا نستسلموا ونقولوا بان يعني نقتنعوا بالامر الواقع ونتعايشوا مع هذا الوباء وما نبقاوش نخافوا منه. هذا هو الامر اللي جاي يهضر عليه يعني رئيس الحكومه اليوم. فقبل ما نوصلوا لهذه الاخبار هذو غنحاول نعطيكم المعطيات بعجاله وندوزوا ونعلقوا على باقي الاخبار. يمكن كيهمك هذا الموضوع هذا كمل معنا حتى الاخير، والا ما كانش كيهمك تعرف المعطيات ويمكن لك تسالي الفيديو بطبيعه الحال. Sanidad suma 5 muertos con coronavirus, el balance total y registra 134 nuevos contagios en las últimas 24 horas. للاسف تسجلت 5 ديال الوفيات في اخر 24 ساعه والعدوى وصلت ل 134 حاله في اخر 24 ساعه بطبيعه الحال. El Ministerio de Sanidad ha sumado 5 muertos con coronavirus a su balance total y ha confirmado 134 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se trata de un descenso وحقك يعني وقع واحد الانخفاض ما بين 24 ساعه الاخيره ديال البارح و 24 ساعه ديال اليوم. فالبارح تسجل طبيعه الحال 149 حاله. Diagnosticados, la comunidad que más contagios ha registrado es Cataluña con 28. En total se han infectado 250.103. والعدد الاجمالي ديال الناس يعني العدد الكلي ديال الناس اللي تافكتات بهذا الوباء هذا طلع حاليا 250103. وكاتالونيا هي اللي كانت عندها يعني الحظ تسجل اكثر الحالات. غادي نقول لكم كومونيتيز اوتونوماس كاملين يعني شحال سجلوا طبيعه الحال. كاينه سيدي كاتالونيا هي الاولى كما قلنا سجلت 28 حاله، كتجي من وراها اراغون 26 حاله، وكتجي من وراها مدريد ب 25 حاله، كتجي مور مدريد اندلسيه ب 15 حاله، ولا كومونيداد فالنسيانا كتجي ب 10 الحالات. والريستو دي ريجيونيس ان انفورمادو دي مينوس دي اونا ديسينا، يعني باقي يعني الكومونيداز اوتونوماس كلهم سجلوا قل من 10 ديال الحالات دي انفيكتادوس نويفوس اي 3 ديلياس Asturias, Canarias, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han tenido ningún caso. يعني باقي الكوميونيتيز اوتونوماس اللي ما ذكرناهمش كلهم سجلوا اقل من 10 ديال الحالات. وهاد الكوميونيتيز اوتونوماس اللي قلنا دابا اللي هما كاناريا استوريس كاناريس كاستيا ليون ولاس دو سيوداديس اوتونوماس اللي هما سجا وليليا ما سجلوا حتى شي حاله في اخر 24 ساعه بطبيعه الحال. هادو هما الامور يعني المهمه اللي كنقول لكم على الوباء. وغندوزو دابا طبيعه الحال نديرو التعليق ونعلقوا على الاخبار اللي هضرت عليهم من قبل. ما كاينش يعني شي جديد في الوباء يعني طبيعه الحال.
لاخر المستجدات قلتها لكم بالنسبه للتلقيح، بانه خدا يعني التلقيح الاسباني خدا واحد المفعول على الحيوانات، ومن المحتمل انه يطبق على البشر ابتداء من شهر واحد او شهر 12 ان شاء الله باذن الله. غادي نهضروا دابا على الاخبار اللي قلنا. اول حاجه نهضروا على الغوبيرنو اولتيما اون فوندو دو ريسكاتي دي 10 مليونيس para comprar acciones de empresas en problemas. قال لك سيدي الحكومه كتهيئ واحد واحد المبلغ ديال 10 المليون ديال الاورو باش تشري اسهم ديال الشركات اللي تعرضت لخساره كبيره واللي يعني مهدده بالافلاس، باش هادشي كامل باش ينقذ الشركات والمنتوج الوطني بطبيعه الحال، وما يخليش يدخل يعني يدخلوا دول اخرى يعني تاخذ الشركات يعني الاسبانيه. El gobierno dará luz verde este viernes a la creación de un fondo dotado con 10 millones para rescatar empresas con problemas de solvencia, así como el visto bueno a la creación de una nueva línea de avales de hasta 40 millones para impulsar la inversión empresarial. El que sí di, el gobierno, y el que de las واحد الفوندو ديال 10 مليون ديال الاورو، وغادي يفتح واحد لا ليني جديده، لينيا جديده ديال الاباليس، ديال يعني باش يمكن لهم اباليو الشركات يعني يساعدوهم في القروض، وهذه اللي غتوصل للفوندو ديالها حتى 40 مليون ديال الاورو. بار امبولسار انفيرسيونيس امبريسارياليس، يعني باش يعني يساعدوا الشركات انها تستثمر اكثر. يعني دابا حاليا الاقتصاد غادي تغير الوجهه ديالو الاخوان، باش تكونوا عارفين القضيه. حتى لي زابيتود ديال الناس اللي كانت عليها قبل غادي تغير، بزاف ديال الامور اللي كان كيديرها الانسان يوميا راه ما غيبقاش كيديرها بسبب هذا الوباء وبسبب بزاف ديال الامور. حاليا نعطيكم غير مثال، نهضروا غير المطاعم مثلا. المطاعم كانوا كيشتغلوا بزاف هنا في اسبانيا مع لاس امبريساس. لاس امبريساس كيكون عندهم واحد الباليس ديال بالي دي امبريسا ولا كيقولوا له، كيمشيو كياكلوا به برا. دابا حاليا يعني اغلب الشركات يعني اللي قدرت تخلي العمال ديالها يشتغلوا عن بعد مخليهم في المنازل ديالهم، فهنايا الانسان ما غاديش يحتاج يمشي للمطعم، ولا لانه هو ديجا في دارو يعني يقدر يوجد ماكلته في دارو. بزاف ديال الامور متاحه عنده، كوزينه في الدار، عنده كلشي في الدار. فالاغلبيه ديال الناس اللي كتخدم يعني في المنازل اللي عندهم ما يسمى بالتيلي ترافاكو، هادشي راه عارفينو بزاف ديال الجيران ديالنا وبزاف ديال الاصدقاء ديالنا، ومننا حنا ناس كثار اللي مازال حاليا يعني ما رجعوش يخدموا 100% برا في يعني في الشارع، فكيكتفيو بما يسمى تيلي ترافاكو. تيلي ترافاكو هو انك تشتغل من المنزل ديالك، وهنا طبيعة الحال الناس ما بقاش كتخرج، ما بقاش الاحتكاك. شحال هادي كانوا مثلا كيخرجوا كيخدموا مجموعين، فاش كيطرا كيخرجوا يعني مجموعين يمشيو يتغداو مثلا 10 15 واحد، كيمشيو لواحد المطعم. مطاعم كنتو كتلقاو مثلا كاع الباريس ديال لا سيسكيناس اللي كيكونوا حدا لا سيمبريساس، لا سوناس امبريسارياليس، بزاف ديال الامور كتلقاوهم عامرين في داك الوقيته ديال المينو ديال امبريسا، داك المينو ديال كوميدا مثلا مع الـ يعني المينو ديال 12 من 12 العشيه حتى ل 4 العشيه، كتلقاو كاع الريستورانتيس عامرين بالامبريساريوس، كيكونوا افواج كيخرجوا افواج كيدخلوا. دابا حاليا الاغلبيه ديالهم كيشتغلوا من المنازل ديالهم، فهذا هو السبب علاش يعني كما قلت لكم لي زابيتود غيتبدلوا، ما بقاش داك الخروج بالليل معطل، ما بقاش بزاف ديال الامور. فهنايا خصهم يبداو يلقاو مخارج اخرى، لان هاد الشركات هادي اللي كتعتمد مثلا على هاد الامور هادي ما بقاش عندها البيع. فهاد الشيء علاش يعني اخترعوا لهم هاد الطريقه ديال هاد الفوندوس هادو باش يعاونوهم باش يلقاو مخارج اخرى. كاين ابتكارات، الا لاحظتوا غير في الانترنت مثلا شحال من مره كيخرجوا لكم اشهارات كيقول لك كيفاش دير يعني تبدل المشروع ديالك، كيفاش دير تغيير المشروع ديالك، الفوتورو غيكون ديفيرنتي، بزاف ديال الامور. حنا نتمنوا الخير من الله سبحانه وتعالى، ونتمنوا المستقبل يكون احسن، لان قال لك وعسى رب ذره نافعه. يعني تقدر تكون واحد الازمه اللي داز منها العالم وغير لي زابيتود ديالو الانسان لما احسن، يولي الانسان مثلا كينعس بكري، هذه ابيتود زوينه يعني ان الانسان يبدا كينعس بكري، يبدا يعني بزاف ديال الامور الناس بداو ينعسوا بكري، بداو ياكلوا مزيان، يعني حتى داك الفاست فود ما يبقاش، الاكل ديال الانسان يتغير، بزاف ديال الامور، وهذه غتنفع في صحه الانسان احسن. يعني دابا حاليا
كنا كنشوفوا مثلا هي الماكله في الزنقه، يعني غير داك الفاست فود كتلقى الهامبرجر والفريت وكل وسير في حالك. دابا غيتبدلوا لي زابيتود الناس، الناس ولات كتفكر في صحتها، ولات كتفكر تقوي المناعه ديالها، بزاف ديال الامور. واخا غيكون يعني مخسور من جهه، هاد الشركات هادو يقدروا يعوضوا الاقتصاد ديالهم وينفعوه بامور اخرى، غير خص الابتكار وخص الناس. دابا شكون هما الناس اللي غادي يكون عندهم يعني حظ انهم يربحوا الفلوس كثيره ويخدموا اكثر؟ هما الناس اللي عندهم الافكار، يعني عندك فكره تقدر تستثمر بها في هذه الوقيته هذه، غادي تسوى لك الملايين في هذه الوقيته هذه. هذا الشيء اللي كاين. وحاجه اخرى بغيت نهضر عليها، من غير ان الغوبيرنو كيقترح انه يعني يريسكاتي الشركات ويعني ويشري الاسهم ديالهم، هنايا سانشيز اسيغورا كي لابانديميا دي كورونا فيروس استا كونترولادا ان اسبانيا يانيما اسالير اي بيردير الميدو. قال سيدي هذا رئيس الحكومه كيقول لكم بان الكورونا فيروس كونترولات في اسبانيا، يعني كونترولوها حاليا، واخا كتشوفوا الارقام كتطلع، واخا هذه دابا حاليا راها كونترولاتها، يعني اي واحد مرض كيحاولوا يعني يعرفوه الناس اللي قابل له، كيكونترالوا الناس بزاف ديال الامور، يعني ما بقاش داك الخوف اللي كان من قبل ان الوباء كان مستجد، دابا عرفوا يتعاملوا معها. ودابا حاليا شنو كيقول البريزيدنتي؟ البريزيدنتي ديال الغوفيرنو يامادو ابريندير اكونبيبير كون الفيروس. قال لهم دابا خصنا نتعلموا نتعايشوا مع الوباء. طبيعة الحال الكمامه، التعقيم، بزاف ديال الامور، يعني صافي يعني الحياه تبدلت، دابا خصنا نعيشوا مع الوباء هذا، هو معانا، يعني صعيب باش غيغادرنا، صعيب باش غيغادر 100%، خص الانسان يتعايش معاه. وان شاء الله باذن الله اهم الامور اللي تقدر تحميك في هذا الوباء هذا، واهم النصائح اللي كيعطيوها يعني الخبراء، ماشي انا اللي غادي نعطيها ولا غيعطيها واحد اخر اللي ما كيفهمش، هي الحفاظ على المناعه، هو الجهاز المناعي ديال الانسان يكون قوي. وتقدر يعني الا كان الجهاز المناعي ديالك قوي، واخا ما تكونش صحيح يعني وتكون عندك العضلات وتكون هذه، الا كان هي الجهاز المناعي ديالك قوي يقدر يدوز عليك مره الكرام هذا الوباء هذا. فلهذا الانسان دائما يتهلا في الصحه ديالو، طريقه الاكل، طريقه النوم، طريقه ديال الحياه تغير كما قلنا، هذا هو الاساس يعني، وهذا الشيء اللي كاين دابا. شكرا لكاع الناس اللي كملوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم زوينه كتوصلني بزاف، وكنحس يعني هي اللي كتشجعني باش نستمر في العطاء وباش ندير فيديوهات بزاف وباش نزيد نستمر يعني نعطي بزاف ديال الوقت في هذه القناه هذا. كان معكم سوفيا المرزوقي من قناه سوفيا المرزوقي لمساعده المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، وتكونوا في احسن الاحوال، وما تنساوش المباشر يوميا مع 10:30 ديال الليل. السلام عليكم.